للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الاستاذ حسين السبعاوي. اهلا بكم استاذ حسين الى هذه الجوله الاخباريه. كيف تقرا النتائج الاوليه للانتخابات البرلمانيه في كردستان؟ النتائج ظهرت شبه طبيعيه بتقدم الحزب الديمقراطي على بقيه الاحزاب، وجاء هذا التقدم نتيجه عراقه الحزب ورمزيه السيد مسعود البرزاني. اقرا ان هناك تراجع كبير لليجرتو اللي هو الاتحاد الاسلامي، تراجع كبير، واحزاب المعارضه ايضا كان هناك تراجع كبير. مهما يكون الانتخابات في العالم السادس تبقى يعني فاقده الى حد ما الشفافيه والنزاهه، لكن انه تبقى انتخابات كردستان هي افضل من انتخابات بغداد المركز من حيث المشاركه والاداء والنتائج. أستاذ حسين، مع الأنباء التي تحدثت عن قيام مسلحين باقتحام مركز انتخابي في السليمانية وقيامهم بسرقة بعض أوراق الاقتراع، إلى أي مدى ترى بأن طعن الحزب لهذه حزب الاتحاد الكردستاني لهذه الانتخابات في محله؟ طعن أنه هو أولاً السليمانية يسيطر عليها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، المنافس له حركة التغيير. حركة التغيير لا تملك قوات مسلحة حتى تستطيع أنه تقتحم هذا المركز، فالأصابع تشير إلى الاتحاد الوطني ومسلحيهم اللي اقتحموا هذا المركز. مهما يكون طبعا هي تعد هذه مخالفة كبيرة، اقتحام مسلحين إلى مركز، لكن الغريب أنه في كل حدث مثل هذا وقال لك أنه مجهولين. إن هل يعقل أنه مجهولين يقتحمون مركز وبسلاحهم ويأخذون الأوراق ويعودون ومن ثم نقول مجهولين؟ واضح أنه هناك انتماء لحزب متنفذ داخل المحافظة. نعم، الحزب الديمقراطي قدم 100 طعن بسبب حالات التزوير أثناء الاقتراع، يعني هذه الخطوة من قبل الحزب الديمقراطي في أي إطار من الممكن اعتبارها على الرغم من أنه فاز بعدد مقاعد جيد في الانتخابات؟ 36% تقريبا، لكن أنه هذه الطعون لو تلاحظها أنه عادة تكون في المناطق التي هي خارج نفوذه، بينما تجد الاتحاد الوطني يقدم طعون ايضا في المناطق الخارج نفوذه مثل اربيل ودهوك، وهكذا تجد. فهي الطعون مقدمه من الاثنين وكلاهما الى حد ما مارس شيء من الضغوط وشيء من الممارسه غير الديمقراطيه وغير الشفافيه في الانتخابات. هذا لا ينكر في انتخابات الاحزاب المتنفذه، وخصوصا اذا كانت احزاب لديها ميليشيات ولديها قوة مسلحه. هل من الممكن ان تؤثر هذه الطعون التي قدمت في نتائج العمليه الانتخابيه برايك استاذ حسين؟ تأثير نسبي لا يتجاوز 1% و2%، ولكن يبقى الحزب الديمقراطي هو الحزب الفائز الأول، لأن يعني الفرق ما بينه وما بين بقية الأحزاب كثير جدا، يعني 10% الفرق ما بينه وبين الاتحاد الوطني، أما البقية بمجموع المعارضة لا تساوي الحزب الديمقراطي، مجموع المعارضة كلها لا تساوي نسبة الذي فاز بها الحزب الديمقراطي. مهما كان الطعون فتؤثر بتأثير نسبي بسيط لا يؤثر على انه الحزب الديمقراطي يمثل الغالبيه، وهذا الى حد ما شيء حقيقي انه الحزب الديمقراطي نفوذه قوي في اقليم كردستان، اضافه الى رمزيه السيد مسعود البرزاني في الاقليم، ولكن هذا لا يمكن الاعتماد عليه طويلا انه رمزيه شخص ما على الحزب يبقى هو السند له وسبب فوزه، على الحزب ان يقوم ببعض الاصلاحات وبعض التعديلات وجلب بعض الوجوه الجديدة للحصول على مكاسب أكثر والحفاظ على هذا التقدم في الإقليم. نعم، الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.